الفقنيين يخدموا الأرض. عندنا مشاكل الحالة المدنية بالإعلام الآلي. عندنا العقار. العقار فيه مشكل عويض. مشكل عويض جدا. كان لي عدوله دباع 7 فترات. نبدأ من الأول للسابع نلقاو حاجة أخرى. هذه ملفات تقنية راح نوجدوا جماعة ندرسوها نعطوا كل واحد حقه ورايحين لجروب. إذا البنطروا 14 يحاولوا بكل وسائل به يريقلهم للسكان. به يريقلوا قاعدة الأمور تاعهم. هذا العقار سوية العقار لجان الأحياء. كما رانا جبنا قبل على غرفة رمضان الشعب شاف الفترة السابقة أنه ما نقولوش ما يسوق مواطنين رياضيين ويزربلوا شد هدي والناس اللي ما لحقتش ماش نهضروا على نير بعينه نهضروا على ممارسات احنا قلنا بنحترموهم ولكن جاء الممارسات كيف نهضروا عليها ما نوفقوش لازم نقولوا حقائق بدون ذكر الاشخاص بدون تجريح فيهم بدون ولا احنا شفنا وضعيه مزريه شفنا ايكولات مدارس تخلى عليهم الشعب كيف تعطي قفة رمضان ليلة 27 الناس تحوس على حويليات كملنا الحلول وقضينا صار حنا رايحين نتعاهدوا اذا لحقنا قفة رمضان لحقنا قبل للبلد اذا لحقنا للبلدية رايحين نجيبوا دي زوتوريزاسيون تسريحات قانونية ونديروا ديمو ونبعثهم سهل موندا و بروفي دي سي سي بي الفلان تجي 400 نوز نو قفا واش واصله يشريها الحي يشريها حواله تصرف فيها عدو دواء عدو امور طبعا راسو مرفوع هذه موندا تاع الكرامه موندا تاع الكرامه ثاني نقاط رايحين نديروهم ولكن احنا نبداو نعهدوكم بالهدف تاع الشفافية تاع القانون لأن الشعب تاع الشلالة أنا كنا في وسطه نهضروا معاه يهضروا معانا حسينا قاع بالأفكار وش متأمل الشعب الطموحات تاعه جاء الشعب متأخر احنا نقربوا الإدارة من المواطن ونقوم بكل وسائل القانونية والأخلاقية حشم على روح الواحد حشم على روح واحد يخلص مثال يخلص 7 ملايين 8 ملايين 10 ملايين راك فاهمين ومواطني سوفري ضايع سيرتو الطبقات الكادحة ضعيفة اللي ما تاكلش اللي قايضها الأمر اللي ولادهم عرايا اللي مش يداوي هذو كاع مضرورين راه الواحد إذا كبر راعية راها فيها مصيبة أحسن ولا الواحد وكان ما يقومش ما يوقفش مع المواطنين صار واحد ما يبعدوش طاف الفلوس فهم بعد سعد بن عيد الواحد اللي ما خلصش دروب رايح توخر الحيور خلاص يروح صعيب دونك مسؤوليه ليست بالسهله وانا مش نهضر في ديماغوجيه راني نهضر بصفه صريحه والمواطنين اللي يعرفوني ورانا قمنا في المسؤوليه وخرجنا منها يب شهرية عندنا دويرة سلام عليكم ما يبداش الواحد بعد 54 مهبل عشوائي مانيش نتعلم عليه وتبان عليه الواحد دونك نكونوا في اطار قانوني ماناش نقولوا خير نهضروا على ارواحنا كل لازم مواطنين ما يفوتوش على اساس عاطفي كي نلقى واحد لاباس به فيه شواير زينين قلبو زين نيته صافية أنا نقول فوق القرق صاحبه أنا ما قالهاش ربي قال ربي عديه كفر مريقل شوف فيه في الشارع تلاحظ فيه تنبع فيه ما كاش كاع لا لا ما كاش قال لك فوق باش نمشي بيه بو دون في تات بيع الراس ما نجمش حشاك يلقى الواحد في راسه الاخر اللي عنده محفه في الراس فتلقى الولد كل شيء بيع خلاص
الظلم ما قلناش ماهيش ولا حاجه حاجه كاع عندنا كاع خاوتنا بصح انا نعطيك نسيب راه يقول لك واش درت تفوت عامين وثلاثة خلي ساعدناها لا نستقبل الشعب لا نستقبل الشعب من هبوش كي تقول له سهل مناش مناش في الصور مناش نلعبو نديرو في الشقروطة هنا هنا شعب قال لك واش درت واش درت قبل واش درت راكم فاهمين واش راني نقول لك هذه نقولها هذه نقولها صيف هناك تعطيك شهادة صيف هناك أنا الحق قوامي مش نهضر مع شعب نقول عليهم ولا أصحابي نهضر من التليفون ولي نهضر معاهم لأن ما يكون تاعي الخير كاين واحد من الحقوق ربي يدير فيهم أنا نقول لك الصيف حاضر سكان تاع الشلالة كاع هنا كاين اللي راح كونجي كاين اللي كذا ولكن لحقنا في لحقنا في فيش الزبل وصار فينا حشرة ها كلينا دود من عيني لا انا هذه صراحة انا نقول لكم راه هذه في قلوبكم نقولها كاع كلينا دود اللي مثال لك شريطة حشرة شريطة يدي 5000 ولا 10 كاين لي جيران هاهم كاين جيراننا هنا هاهم جاو يدعموا فيا رحم الله دينا كاميو كريناه عندنا اللون هذه احنا اللي نعرفوا البلديه ونعرفوا ذاك وذاك ما الحمد رجعنا لكم ولكن من شعبي بسيط اللي عنده شي حويجه بسيطه ضعيف وين يروح ها يبدا يتلو شفنا الماء شفناه احيا بثلاث ايام اربع ايام الكاميو ذيك النهار نديرو في حملة أنا وسيبو مدين جينا نهضرو ها الكاميون فعلا الكاميون تاع البلدية حاشاكم تاع الزبد داير عجاجة تاع دخان ها هو قالنا كلنا روحنا ساب قدامنا قدامنا الشعب يشوف فيه دونك غلطات غلطات مش متعمدة من رئيس البلدية حاشاه ولكن إذا لعبت الحياة باش علوش إذا لعبت أنا ندخل نقعد في القهوة وندخل عند ساعة وذاك يدخل على 10 والآخر يمخخ في من الوحدين إيه وما بلاش يا جماعة يا جماعة رانا تول أنا كي نهضر تولوني بالك راني طالب وراني نتولوا في بعضنا بعض الوضعية تاعنا تكون كيما هاك الشلالة الكبار كانت كيما هاك كانت كيما هاك كانوا يجوا من قصر البخاري يجوا من وسط يجوا من المدية باه يجوا من البلاد هنا اللي انت جي عقلوها ما بالك كبار ها هو ناس حيرش هم جماعة هنا هم عارفينها كانت بلاد زينة جوها الناس تعلموا فيها يشوفوا حتى لا موض فاهمين لا موض يلبسوا يخالطوا يحفوا كانت حاجة أخرى كيف لحقنا الحين؟ منين؟ منين لحقنا؟ المواطن ما عندوش حيلة وش يدير؟ قايض الامر يسب يطلع فوق البلديه يجي يحرق روحه يروح روحه معلول ما طاش ولكن المسؤول لم يتعاطف لم يبادر مع الشعب ما هدرش معاه هرب عليه عاد يقول له ما دارتني شتاء دارني صندوق دارتني الاخر انا مستخلف واش من هضره ديال الشعب والعاون تاع الشعب اللي يقولها الهضره اللي يقولها الهضره كيف يترشح ما نقولوش على واحد اخر البلاد صار فيها وصل راكم تعرفوها ما نديروش المعارضات اللي يقولها غير منطقي غير منطقي لازم نكون صريح كون صريح كاين اللي ما عندوش حق نفهمو ما عندوش حق ما نخافوش منه ما يهددناش ما نقولهمش نهرب من الباب ده نهرب من هنا ادوني من هنا والو ما نعطيكش ما عندكش القانون تربح ما يحكموش فينا تاع الصوار تاع الدراهم ما يحكموش فينا تاع الدراهم صحاب الاموال صحاب الاستثمار نقايا خلصوا ضرائب سووا مخدره مرحبا بهم المتسلطين
طالعين لا ويفونا ويفرجوا لهم مين هو هذا مين هذا يفرجوا لهم لازم تكون في البلاد الشفافية المواطن عنده حقه رانا قلنا ما نقنوهش ربي يحفظ نديروا امور عندنا قال خمسه قراع تاع ايفري عشر قراع اللي يستاهل عشر مخيرين فقارة على حساب القانون يشهدوا فيهم الاحياء يشهدوا فيهم السكان تفضل وفقير متوسط لا ايش اللي قريعه اشهر ما ندريقش ما نقولش راه دار بلاخر راه يديروا خدمي راه داير لاخر راه ياكل كذا راه ما عديش ما عديش انا عندي شخصيه قويه سأدافع عن البلديه 100% وعن المواطنين 100% سأكون ماما من المواطن خدام نتاعو خبرو كي يخرج نقول له عاد اطوس سقم روحك بنديرو دير القانون وامام مسؤولين سنضرب الله مع المسؤولين نضرب نهضر باحترام باحترام مسؤولين مهما كان المسؤول باحترام قوانين الجمهوريه بدون تهور بدون عنف بدون سيطره لا مسؤول عنده